إذا هلا بالحالة الأولى رح نبدأ بالسكتر الأول، السكتر الأول هو أخفض سكتر S1، فحطيت أنا ارتفاع الطابق الأرضي 4.5 وحطيت 4.5 4.5 4.5 4.5، حطينا 6.5 باسنجرز، 2 و3 هذا نفس الشيء زي أول، وحطيت هون 10,000، عندي 4 فلورز بالسكتر، بنحسب الأفريج ترافلينج تايم. إذا عندي هذا 32.1876. خليني احطها 19 سكند. خليني اتاكد انه اخر طابق ما اظن بياثر، فراح اشيل ارتفاع اخر طابق بس اتاكد من السوفت وير اللي هون، اظن انه هذا ما بياثر اذا شلته. نعمل رن اوكي، نفس القيمه. وكمان اذا حطيتهم كلهم 4.5 ايكوال، اوكي تقريبا نفس، اوكي ماشي. اذا الطريقه اللي راح نعملها راح نرفع ارتفاع الطابق الارضي كل مره من سكتر لسكتر. هلا اذا زدت 4 طوابق راح يزيد ارتفاع الطابق الارضي 4.5 بلس 4 في 4.5، مزبوط. قديش 4 في 4.5؟ 18. 18 زائد 4.5 22.5. فراح نعمل الان الارضي 22.5، راح احط فوق 4.5 4.5 4.5 4.5. هذا طبعا ريدندنت بس راح اضيفه هون، ما بياثرش على السكتر. اخر طابق ارتفاع اخر طابق، فراح ناخذ السكتر اللي فوقه الان، راح احط هدول 22.5 ارتفاع الارضي 1 2 3 4. المفروض كل شيء ثاني نفسه، نعمل رن، اعطاني 39. خلينا نسميها 39.37 وناخذ السكتر الاخير. السكتر الاخير راح ينضاف كمان 18 مش هيك؟ ف 22.5 و18 رح يصير 40.5. ناخذ الافرج تبع هذول الثلاثة. افرج لكل الارقام. هذا هو، هذا بنستعمله هو الافرج ترافلينج تايم. اذا عملنا تو سيكترز طبعا رح نعمل نفس الشيء، مثلا نتاكد من التو سيكترز اذا حبيته نعمل التو سيكترز، رح اعمل ارتفاع هذا بكون اول شيء 4.5. بس التو سيكترز لازم نجيب بديك، هاي هذول الثري سيكترز واضحين كيف نعمل الافرج ترافلينج تايم.